الحجر، وتعرف أيضا بمدائن صالح الواقعة في الشمال الغربي للسعودية. بقيت شواهدها عصية على رمال الصحراء وقسوة الجغرافيا وجور التاريخ. ورد ذكرها في القرآن الكريم، تعايشت على أرضها الديانات فكانت موئلا للشعوب والحضارات، لتقدم للإنسانية سردية ما مضى لمن عاش على هذه الأرض. مساحة هذا الموقع تتمدد على نحو 60 هكتاراً، وما عرف منه على وجه الأرض لا يشكل سوى النظر اليسير مما طمر تحتها. فهذه المعالم الخالدة التي صنعها الأولون من الأنباط الذين استوطنوا هذه المنطقة بين القرنين الأول قبل الميلاد والأول بعده لا تشكل سوى المعالم البارزة من هذه الحضارة. وهذه المدافن المحفورة بإتقان في جوف الصخر ما تزال تروي حكايات رقادها من ملوك وأعيان وتجار كانوا لقرون يمسكون بقواعد لعبة السياسة والتجارة لطريق البخور، فكانوا همزة وصل بين آسيا وجنوب الجزيرة العربية وبلاد الشام، وأيضا مصر الفرعونية وامبراطورية روما في حوض المتوسط. حضارات قامت وتقهقرت لتخلفها أخرى، وبقيت هذه الآثار شاهدة على قوم ثمود وحضارة اللحيانيين ومملكة الأنباط. الموقع الذي يعد أكبر فضاء أثري مفتوح في العالم لم يبح بعد بأسراره رغم جهد البحاثة والآثاريين، ففي كل زاوية رواية تاريخية ووثيقة نحتت بصخر واسم وقصة تتجمع لتشكل الحقيقة الكاملة. لذلك عهدت القيادة السعودية لهيئة ملكية تتولى تطوير منطقة العلا التي تقع بها مدائن صالح، شرعت فعلياً في العمل على إجراء مسح تاريخي للمنطقة مستعينة بخبرات عالمية وسعودية لتقدم للعالم كنز الحضارات بالشكل والمضمون اللذين يليقان بمقام التاريخ.